يا هل ترى الواحد هيرجع امتى مطرح ما جه؟ ما تفكك من اللي انت بتعمله ده يا جد وتعالى كل. ايه فكك دي يا ولد؟ شايفني متربط بصواميل؟ اما واخده صفيق صحيح؟ يا لهوي على الفجوه الزمنيه. لا ده موضوع يطول شرحه، اصل اللغه حصل لها تطورات في اخر 100 سنه، ولازم تيجي تاكل كده انت بس وتقعد كده وانا هرسيك على كل حاجه. تعالى يا باشا تعالى، قرن شطه انما ايه فظيع، وشويه مسقعه بتوع فنادق بجد. سبقتكم لما سهام هانم مرات حفيدي اتأخرت في الطبخ، أكلت عدد واحد قطعة شوكولاتة جروبي اللذيذة الممتعة اللي كانت في جيبي، اللي كنت جايبها معايا من زمان. ده اسمه كلام يا جدي، ده اسمه كلام؟ سايبنا ناكل شطة بوحوحة ومسقعة وتاكل أنت شوكولاتة ولوحدك؟ يا ابني كانت آخر قطعة في جيبي، ويا عالم هجيب منها تاني ولا لأ؟ وبعدين مرات حفيدي اتأخرت في الطبخ، هي اللي اتأخرت في الطبخ، فخفتي يجيلي هبوط. ما يا جدي ما انت لازم تعذرها برضه في اللي حصل في دماغها دوت. اه صح، وبعدين فكرتني. يا ماما يا ماما، انت ليه بتاكلي في المطبخ؟ ما تيجي تاكلي معانا. ما يصحش يا سيدي، ده انا حتة خدامة ده راحت ولا اجت. اكل معاكو ده ده دي، انتوا بهوات وكبارات، هي العدة اللي على الحاجب. يا عيني يا ماما، ده انت ضربتي خالص. بس يلا بس يلا، هي هتتظبط لوحدها، سيبها وهي هتتظبط لوحدها. انما لو انت اتكلمت وما سكتش ممكن يحصل لها صدمه تانية وترجع لنا السفيره عزيزه. بطلوا دوشه منك له يا صفيق، انا مليت منكم ومليت من القعده دي، انا هنزل اشم شويه هوا. مساء الخير.